عمرو سعد يطالب الجمهور بالدعاء لدلال عبد العزيز وسمير غانم. سمير غانم ودلال عبد العزيز في المستشفى بعد إصابتهما بكورونا. بعد شائعات عن إصابته بكورونا حقيقة مرض سمير غانم أو لطالق من نقابة المهنة التمثيلية عن إصابة سمير غانم بكورونا. إصابة سمير غانم ودلال عبد العزيز بفيروس كورونا. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب سمير غانم ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع أسرة سمير غانم. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. بعد شائعات عن إصابته بكورونا حقيقة مرض سمير غانم، كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري الكبير سمير غانم عن حقيقة مرضه الذي أدخل بسببه إلى المستشفى، نافيا كل ما تردد أخيرا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأوضح المصدر بحسب ما ذكر موقع صحيفة اليوم السابع أن سمير يعاني خللا في وظائف الكلى، مؤكدا أنه أدخل العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدت حالته الصحية تتحسن. ولفت إلى أن كل الشائعات المتداولة بإصابة الفنان الكوميدي غير صحيحة تماما، مبينا أن الفنان دلال عبد العزيز هي المصابة بفيروس كورونا فقط وموجودة داخل مستشفى عزل. وكان موقع صحيفة اليوم السابع قد أعلن في وقت سابق دخول النجم سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز مستشفى خاصا بعد إصابتهما بفيروس كورونا. عمرو سعد يطالب الجمهور بالدعاء لدلال عبد العزيز وسمير غانم. طلب الفنان عمرو سعد جمهوره الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز التي تم نقلها مؤخرا هي والفنان سمير غانم إلى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا. ونشر عمرو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمع بالفنانة دلال عبد العزيز من كواليس مسلسل ملوك الجدعنة الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني، وتجسد دلال خلاله شخصية والدة عمرو سعد. وعلق على الصورة قائلا: دعوتكم بشفاء للغالي على قلب النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، أمي في ملوك الجدعنة وحبيبتي في الحقيقة. كيف علقت فيفي عبدو على إصابة سمير غانم ودلال عبد العزيز بكورونا؟ علقت الفنانة فيفي عبدو على نقل النجمين الكبيرين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد. ونشرت فيفي صورة لسمير غانم ودلال عبد العزيز عبر حسابها على موقع انستغرام وكتبت: ألف سلام وألف بعد الشهر على حبيبي سمير غانم ودلال عبد العزيز، تم نقلهم للمستشفى، ربنا يشفيكم ويعافيكم ويخليكم لينا يا رب، أرجوكم ادعوا لهم. وتدهورت الحالة الصحية للفنان القدير سمير غانم بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، ما استدعى نقله اليوم إلى العناية المركزة. ونقلا عن موقع إيرام نيوز، فقد تم نقل الممثل الكبير سمير غانم إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة نتيجة مضاعفات، وكانت زوجة الفنان والممثلة القديرة دلال عبد العزيز قد أصيبت بفيروس كورونا وتم وضعها تحت البروتوكول الصحي لعلاج كوفيد-19، كما أصيبت من ابنتيه إيمي ودنيا سمير غانم بفيروس كورونا، لتعلن دنيا بعد تلقيهما العلاج شفاؤهما في حين تتواجد إيمي وأمها في المستشفى. أحمد فلوكس يطالب الجمهور بالدعاء لدلال عبد العزيز وسمير غانم. طالب الفنان أحمد فلوكس جمهوره بالدعاء للفنان دلال عبد العزيز التي نقلت هي وزوجها النجم سمير غانم إلى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا. ونشر فلوكس عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي انستغرام صورة تجمع بالفنان دلال عبد العزيز وعلق عليها: أرجو الدعاء للأستاذة دلال عبد العزيز وأستاذنا وأبونا سمير غانم بالشفاء العاجل. وكشف الإعلامي رامي رضوان عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا. وكتب رامي رضوان في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أشكر كل من حاول التواصل وأرجو التماس العذر، للأسف أصيب بكورونا منذ أيام، أغلى وأحب وأنقى الناس حبيبي سمير غانم ودلال عبد العزيز، هما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة. وأضاف رامي رضوان: أرجو من حضرتكم الدعاء لهما. نجوم الفن يدعمون سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد إصابتهما بكورونا ونقلهما للمستشفى. أعلن الإعلامي رام رضوان إصابة والد ووالدة زوجته الفنان القدير سمير غانم والفنان القدير دلال عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج تحت الملاحظة. وكتب رضوان عبر حسابه على فيسبوك: للأسف أصيب بكورونا منذ أيام، أغلى وأحب وأنقى الناس حبيبي الأستاذ سمير غانم والأستاذ دلال عبد العزيز، وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما. وحرص عدد من النجوم الفن على دعمها والدعاء لهما عبر جميع التواصل الاجتماعي.
من بينهم الفنانة فيفي عبدو التي كتبت عبر حسابها على انستغرام: ألف سلام وألف بعد الشر على حبيب قلبي سمير غانم ودلال عبد العزيز، تم نقله من المستشفى للعلاج من فيروس كورونا، ربنا يشفيكم ويعافيكم ويخليكم لنا يا رب، أرجو الدعاء ليهم. كما دعت لهم الفنانة سعاد يونس عبر حسابها على فيسبوك: يا رب وحياة حبيبك النبي ألطف بيهم ومد لهم أيديك الحنين الشافية. ونشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لهما عبر حسابها على انستغرام مصحوبة بدعاء: إليه يذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. اللهم نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيهم وتمدهم بالصحة والعافية. وتابعت: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علينا بالشفاء العاجل، ولا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، واشفنا وعافينا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فيما طلب الفنان محمود البزاوي من متابعيه الدعاء لهم عبر حسابي على فيسبوك: أرجو الدعاء للأستاذ سمير غانم والأستاذ دلال عبد العزيز بالشفاء، ربنا يشفيهم ويرجعون بألف صحة وسلامة ويسعدونا بعملهم كالعادة. وكتب الفنان عمرو سعد على حسابه على فيسبوك: دعواتكم بالشفاء للغالي على قلب النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، أمي في ملوك الجدعنة وحبيبتي في الحقيقة. كيف علقت رانيا يوسف على إصابة سمير غانم ودلال عبد العزيز بكورونا؟ تمنت الفنانة رانيا يوسف الشفاء العاجل للنجمين الكبيرين سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما لأحد المستشفيات. وكتبت رانيا عبر حسابها على موقع تويتر: خالص الدعوات للفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم بالشفاء العاجل. وطلبت الفنانة آيتن عامر من جمهورها الدعاء للنجمين الزوجين دلال عبد العزيز وسمير غانم. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو السبب الحقيقي وراء إصابة أسرة سمير غانم بفيروس كورونا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.